ويسعد لي اوقاتكم من جديد. بسوي معكم اليوم جيب التاجر، بس ما راح اقلاها، بخليها بطريقه صحيه، بسويها بالقلايه الهوائيه وبمشي معكم فيها خطوه بخطوه. هنا عندي خبز التوست، فردته ورققته بالفراده، وبعدين قطعتها بالقطاعه الدائريه. اللي راح اسويه الان اني راح اغمسها بيض وبقسماط، وبعدين راح ادخلها بالقلايه الهوائيه اللي هي قلاية بدون زيت، علشان نحاول اننا نسويها بطريقة صحية. بالنسبة للحشوة انتم اختاروا الحشوة اللي انتم تبون، انا بسويها حشوة دجاج. عندي هنا دجاج صدور مقطع صغار، وبصل وفلفل ملون وثوم، بحمسها مع شوي بهارات، وبعد ما تستوي راح اضيف لها بطاطس مكعبات برضو شويتها بالشواية بالقلاية الهوائية. نحاول زي ما قلت لكم نسوي وصفة لذيذة. ببدأ جهز الحشوة، زي ما قلت لكم بحمسها مع بهارات وبصل وثوم وفلفل، وبعدين هنا بسويها أغمسها بالبيض والبقسماط عشان نبدأ نقلاها بالقلاية الهوائية. الحشوة قلت لكم زي ما أنتم تحبون، تبونها دجاج، تبونها تونة، تبونها لحمة مفرومة، كل وذوقه. وأنا بإضافة بضيف عندي البطاطس مكعبات للحشوة بعد ما تستوي، وممكن ذرة نشوف بعد ما أخلص الحشوة. سخنت القلاية الهوائية وحطيت فيها زيت زيتون، وبحط فيها الحين الخبز بعد ما غمسته بالبيض والبقسماط، وأخليها شوي. وإذا ما تبونها ناشفة مرة حطوا شوية زيت زيتون، رشة زيت زيتون على الوجه. على ما يخلص الخبز من القلاية بسوي الحشوة. بحمس الدجاج إلين يتغير لونه، بعدين راح أضيف له البصل والفلفل الملون، وبعدين الثوم. نضيف البصل بعد ما تغير لون الدجاج، ونضيف الفلفل الملون. طبعا الفلفل الملون اختياري، إذا أنتم ما تبون ملون تبونه أخضر براحتكم، بس حلو أنه يعطي ألوان كذا للحشوة. كلن وذوقه ورطبته. بعد ما ذبل البصل ضفت ثوم مهروس، وبضيف الحين بهارات بابريكا وبهار الدجاج، فلفل اسود او بهارات مشكلة عندك، اللي انتي معتمدتها واللي تبينها حطيها. اذا حبيتي بعد شوي بهارات ايطالية ما يمنع، وشوي ملح طبعا. خلاص كذا الدجاج خلص وطفيت النار، بضيف لها البطاطس اللي شويتها بالقلاية الهوائية. كذا تكون الحشوة جاهزة. ممكن تضيفون جبنة سائلة معها وتحشون جيب التاجر فيها، ممكن تحشونها كذا حسب رغبتكم. يعني إذا تبونها صحية لا تحطون جبنة، وإذا يعني تطنشون شوي عادي حطوا جبنة. ما شاء الله تبارك الله، تشوفون شلون ابدا كانها مقليه. يلا نكمل الكميه وعشان نبدا نحشيها، شوفوا شلون. وهذا جيب التاجر بطريقه صحيه، لا قالي بزيت غزير ولا محزنون، بالقلايه الهوائيه ولا احلى. وحشيتها حشوه الدجاج اللي سويتها معكم، حطيت عليه شوي ذره بس زياده، وزينتها بالبقدونس وباقي الفلفل الملون. وبالعافيه. اليوم بوصفتي حاولت اني ارضي الناس الصحية عشان لا يقولون كله قلي قلي، لا. وغير كذا ما حطيت جبنة سائلة، لكن اذا انتم حبيتوا ان الحشوة تكون شوي رطبة ما هي ناشفة مرة، على انها مي بناشفة مرة يعني، لانها حطينا الفلفل وعطاها رطوبة، ممكن تحطون جبنة سائلة وشوية قشطة وتخلطونها معها وتحشونها، على انها كذا برضو لذيذة. وممكن كمان تحطون مخلل قطع صغيرات، انا حطيت ذرة على فكرة وقطع مخلل قطع عشان تعطيها طعم. وبشوف تطبيقاتكم.